بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالجميع على قناة اليوتيوب أو حتى من تصله هذه الرسالة من الواتساب، وأريد أن أعلن عن انطلاقة برنامج ناس فور سي أو ورشة عمل للعمل. طبعا هناك أو هذا البرنامج يعتبر برنامج عالمي، وكما نعلم apprenticeship هو التدرج الوظيفي، نحو أن تكون الساعة $10 فهناك ورشة عمل حتكون إن شاء الله يوم الأحد باللغة الإنجليزية للناطقين بالإنجليزية، ويوم الجمعة للناطقين بالعربية. طبعا أتجول معاكم في هذا الفيديو على كم شريحة فهو تدرج وظيفي البرنامج، ولكن نقدر نعتبره زي الالتحاق ببرنامج تدريب ممكن يستمر مدة 40 أسبوع، كل 10 أسابيع مرحلة، يعني في تدرج إلى 4 مراحل. يعني الوضع الحالي ممكن يكون الساعة للشخص اللي التحق أو من يكون في كول سنتر يكون الساعة مثلا $2.5، يعني لو اشتغل 200 ساعة ياخذ $500 اللي هي 8 ساعات 26 يوم، لكن هنا حيكون 4 ساعات وحيكون 26 يوم، فتكون 100 ساعة. ف100 ساعة $5 هذه $500، ولكن $10 هذه $1000. فنحن إن شاء الله بعد 4 فصول دراسية، كل فصل دراسي أو تدريب يعتبر 5 أسابيع، فأثناء الـ4 كوارترات فعموما طبعا أخذنا مثال نحن لناس نيرس لوظيفة النيرس أي الممرضة أو خريج، أي خريج من كلية الطب سواء ممرض ممرضة أو يشتغل في المعامل، يعني في مهنة الطب. طبعا ينطبق عليها التخصصات الأخرى مثل المحاسب، يعني كأنه مساعد مثل المهندس، فإحنا بنعطي مساعد المهندس، مساعد الدكتور، الممرضة، ففي جميع التخصصات. طبعا نحن بنشوف ساينس ان اديوكيشن، ففي ريسيرش بحث، طبعا بحث مقنن لانه assignment، يعني بنعطي assignment، بنعطي
نحدد البحث. طبعا هو بيشتغل لصالح الشركة المدربة أو الشركات، هي عدة شركات عالمية مساهمة أو متبنية البرنامج، يعني يشتغل في شركة عالمية، يعني ممكن بعد السنة إذا كان هو من مصر يذهب إلى جدة، يعني جدة والمدينة المنورة مدن مشاركة، فعندنا في جدة وفي المدينة المنورة إن شاء الله وفي مصر. طبعا لو كان في الأردن برضو في مصر في مدن معينة، مثلا ممكن في الصعيد، ممكن في مرسى مطروح، ممكن كذا، ما يعني شركة أو النظام عالمي للعمل. طبعا بعد السنة يصبح راتبه $10، يعني لو اشتغل 200 ساعة يصير $2000، بس ممكن يشتغل في مكان، يعني في مكان الشركة لو كان بعيد، يعني تم اختياره يروح مرسى مطروح وهو من مصر، أو من مصر يروح لي طبعا يستعد. طبعا مدة الابتعاث أو أنه يروح مكان تاني برضو سنة وخلالها شهرين، يعني له إجازة شهرين أنه يتغرب، يعني 10 شهور يشتغل، وممكن يأخذ عمل إضافي. طبعا في شغل وفي شركات، وفي تنفيذ شغل وفي ديزاين. فإذا نحن عندنا المباني العامة أو المباني التي فيها ناس يعني للعمل، مثل عيادة الطبيب، مثل يعني طبيب هو موظف لو كان لحاله أوكي، برضو مكتب المحامي، يعني ممكن هو عنده مكتبه لحاله فهذا ما ينطبق عليه، لكن طالما موظف ناس، الطبيب طالما موظف في أحد، في الفراش، التي بوي، الخادمة، الكذا، السكرتيرة، فهنا يجي مسؤولية اللي هي نظام أو معايير أوشا، اللي هي occupation اللي هي الوظيفة، health و safety أو safety و health، OSH A admin. فنحن بنمثل OSHA، يعني كل الفريق اللي التحقوا اللي اترقى وظائفهم. فعندنا تصاميم، يعني مثلا في تلوث الهواء في العيادة، فعندنا 4 أسئلة هنا الدراسة، وعندنا النجوم، نظام النجوم، وعندنا كذلك حيصير في تسجيل. يعني مثلا جاتنا ممرضة العيادة لدكتور معين، فتقدر هي تأخذ المشروع مع الدكتور، تقنع الدكتور مثلا هو المالك، او مثلا في اوبريشن لفندق او لمطعم،
فشركة الأوبريشن أو الناس العاملين المانجر كذا يقدر يعني. هذه الدراسة للناس اللي يحبوا يدخلوا في التغيير. طبعا في حوافز يعني المالك حيستفيد، مالك المبنى مثلا، نضرب مثال على عيادة. فمثلا العيادة الطبيب يستخدمها زيارة مثلا في بالكثير 20 أسبوع، طبعا يتصلح وتترفع وكان ياخذ 500 جنيه، فتصير في $10 زيادة على الكشفية لصالح المشروع، لأنه الآن أصبح أصبحت العيادة أو أصبحت الغرفة في الفندق أو المطعم وكذا أصبح مطابق للمواصفات العالمية، منظمة الصحة العالمية، من ناحية تجديد الهواء التكييف، وصار المكان غير ملوث يعني لا ينقل العدوى. وصار المكان غير ملوث يعني لا ينقل العدوى، لأنه حسب منظمة الصحة العالمية التكييف لما يكون ما في تجديد هواء سبليت، ما في فريش اير، ما في هواء بيتجدد بيتبدل. العيادة أكثر حساسية لأنه لازم يكون فيها فلتر صحي، هيبا فلتر من النوع اللي ينقي 1 من 10,000، يعني جزء من 10,000 من التنقية، يعني 0.9999، يعني لا يمكن مع تجديد الهواء تدخل أي عوالق كبيرة أكبر من 1 من 10,000. فهيبا فلتر وكاربون فلتر، فما تدخل روائح ولا هذا، لكن يكون المكان آمن من انتقال العدوى، لأنه حسب معايير منظمة الصحة العالمية إذا ارتفع ثاني أكسيد الكربون عن 1500 يصير المكان كامل التلوث، وهذا مسبب لانتقال العدوى لجميع الأمراض اللي هي الأمراض التنفسية. جميع الأمراض 99% من الأمراض هذه منها الكورونا، سببها التكييف اللي ما فيه تجديد هواء. فإذا هنا يصير تجديد هواء ويستخدم المكيف الداخلي للتبريد أو للتدفية، إنما في هواء دائما متجدد. إلا هو ندي مثال للغرفة 4 × 5 هذه 20، 20 × 2 أو 3 متر ب60، 60 × 30 ب1800، هذه 1800 حولناها إلى قدم مكعب، هذا حجم الغرفة. فيجب انه حجم الغرفة نجدده، يعني نشيل هذا الهواء كله، الحجم هذا كله،
ونبدله بهواء خارجي في اكسجين. كم مرة في الساعة او كم مرة في الساعة نغيره؟ 6 مرات. فنضرب 1600 في 6 مرات، بعدين نقسم، او 1800 نقسمها على 10 دقائق عشان يطلع في الدقيقة، وبعدين نضربها في 6 مرات، فيطلع لي كمية الهواء اللي انا لازم التهوية اغير الهواء. فهذا يركب النظام ويتم تصميمه. فكل اللي يلتحق معانا يتعلم الحسابات وكيف انه في سنة يجيب العائد من خلال دائما متجدد. إلا هو ندي مثال للغرفة، 4 × 5 هذه 20، 20 × 2 أو 3 متر ب60، 60 × 30 ب1800، هذه 1800 حولناها إلى قدم مكعب، هذا حجم الغرفة. فيجب انه حجم الغرفة نجدده، يعني نشيل هذا الهواء كله، الحجم هذا كله، ونبدله بهواء خارجي في اكسجين. كم مرة في الساعة او كم مرة في الساعة نغيره؟ 6 مرات. فنضرب 1600 في 6 مرات، بعدين نقسم، أو 1800 نقسمها على 10 دقائق عشان يطلع في الدقيقة، وبعدين نضربها في 6 مرات، فيطلع لي كمية الهواء اللي أنا لازم التهوية أغير الهواء. فهذا يركب النظام ويتم تصميمه. فكل اللي يلتحق معانا يتعلم الحسابات وكيف انه في سنة يجيب العائد من خلال استمرار دفع $10 في الخدمة. طبعا بالنسبة للمطعم تزداد على الفاتورة نسبة بسيطة اللي هي تسوي يعني مثلا 10% من الفاتورة أو 20%. يعني لو الفاتورة $50 تزداد $10 أو $5. هذه مقابل تعديل الوضع. فهنا المنهج يعني ممكن بعد كده يتعلموا الطالب وهو في الدراسة، يعني في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي، بحيث انه في المرحلة الثانوية ممكن يشتغل في هذا النظام، اللي هو البحث عن الجهات المخالفة لنظام الصحة، منظمة الصحة العالمية او اوشا. اوشا طبعا معايير عالمية اللي هي معايير الصحة والسلامة، وهذا متطلب
يعني أي مخالف المفروض العاملين يطالبوا بتعويض. ممكن يكون ما يجي لهم تعويض في الراتب حتى يشتغلوا. وشركات التأمين واوا. فلتفادي هذه العملية، وهذا حيبدأ الكلام، فنحن دخلنا وبدأنا الدورة هذه أو ورشة اللي هي معايير الصحة والسلامة. وهذا متطلب، يعني أي مخالف المفروض العاملين يطالبوا بتعويض. ممكن يكون ما يجي لهم تعويض في الراتب حتى يشتغلوا. وشركات التأمين واوا. فلتفادي هذه العملية، وهذا حيبدأ الكلام، فنحن دخلنا وبدأنا الدورة هذه أو ورشة العمل. طبعا هي تسجل وتذاع مجانا، لكن اللي يلتحق فهو تحت عقد تدريب ووعد بالعمل. وطبعا نحن محتاجين أعداد كبيرة. و شكرا، ونرجو من الجميع متابعة التسجيل حسب الإرشادات في الفيديو، سواء على الموقع ثم الضغط على الواتساب في الكونتاكت موقع www.win1m4mydream.com أو على الجوال جوال الكول سنتر أو واتساب بيزنس، مباشرة من الواتساب 0020 31، يعني 111 453 33. شكراً.